السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في الدرس السادس من سلسله دروس شرح استخدام الاله الحاسبه العلميه كاسيو اف اكس 991 اس بلس سنتحدث في هذا الدرس عن المصفوفات ماتريكس حيث سنتعلم طريقه ادخال المصفوفات والعمليات الحسابيه على المصفوفات وايجاد محدد مصفوفي وايجاد مقلوب مصفوفي وايجاد معكوس مصفوفي هيا نبدا على بركه الله للدخول إلى نمط المصفوفات، نضغط على مفتاح مود، ومن ثم رقم ستة، ماتريكس. ظهرت لدينا ثلاث مصفوفات افتراضية. نختار المصفوفة A رقم واحد. الآن نختار نوع المصفوفة. لدينا M يدل على عدد السطور، و على عدد الأعمدة. والمصفوفة التي لدينا هي المصفوفة A، مكونة من عمودين وسطرين، أي رقم خمسة. نختار رقم خمسة. الآن نبدأ بعملية الإدخال. واحد، اثنين، واحد 2 واحد 1 الآن نضغط AC. نقوم بإدخال المصفوفة B. نضغط على مفتاح Shift ومن ثم رقم 4. رقم 1. اختار رقم 2. B. اختار نوع المصفوفة أيضًا 2x2. رقم 5. نقوم بإدخال ناقص 1. 2 2 ناقص 1. نضغط AC. نقوم بإدخال المصفوفة C. نضغط أيضًا على Shift ومن ثم رقم 4. ومن ثم رقم واحد ومن ثم رقم ثلاثة مات سي لدينا المصفوفة سي مكونة من ثلاثة أعمدة مسطرين أي اثنين ثلاثة أي رقم أربعة ناقص واحد صفر واحد واحد ناقص واحد وصفر الآن نضغط على أسي وهكذا قمنا بإدخال ثلاث مصفوفات إلى الحاسبة استعراض بيانات المصفوفات نضغط على مفتاح (Shift) ومن ثم رقم (اربعة) ومن ثم (Data) رقم إثنين ومن ثم نستعرض المصفوفة رقم واحد نلاحظ بيانات المصفوفة واحد نضغط على (Shift) ومن ثم رقم (اربعة) ومن ثم (اثنين) نستعرض بيانات مصفوفة اثنين نلاحظ المصفوفة اثنين (Shift) رقم اربعة ومن ثم رقم اثنين ومن ثم رقم ثلاثة المصفوفة C نلاحظ بيانات المصفوفة C، كما بإمكاننا تعديل البيانات من خلال كتابة الأرقام من جديد. نضغط على رأسي. الآن نقوم بإجراء العملية المصفوفة A زائد المصفوفة B. نضغط على مفتاح Shift ومن ثم رقم أربعة ومن ثم رقم ثلاثة المصفوفة A. الآن نضغط على شرط الزائد. الآن من Shift ومن ثم رقم أربعة. ومن ثم رقم 4 المصفوفة B نضغط يساوي هذا هو الناتج الآن نضغط على AC الآن نقوم بعملية A ضرب B مفتاح Shift ومن ثم رقم 4 ومن ثم رقم 3 إشارة الضرب ومن ثم Shift رقم 4 رقم 4 الآن نضغط يساوي هذا هو الناتج نضغط على AC الآن نقوم بإيجاد قيمة 3 ضرب المصفوفة A نضغط على رقم 3 ومن ثم ضرب ومن ثم شيفت رقم أربعة المصفوفة A رقم ثلاثة نضغط على يساوي هذا هو الناتج الآن نقوم بإيجاد مربع المصفوفة A نضغط على مفتاح شيفت ومن ثم رقم أربعة ومن ثم رقم ثلاثة ومن ثم شارة التربيع نضغط يساوي هذا هو الناتج الآن نقوم بإيجاد تكعيب المصفوفة A من شيفت رقم أربعة رقم ثلاثة ومن ثم تكعيب يساوي هذا هو الناتج نضغط على AC لإيجاد محدد المصفوفة A نضغط على مفتاح Shift ومن ثم رقم 4 ومن ثم رقم 7 ديت ومن ثم نختار المصفوفة A Shift رقم 4 المصفوفة A رقم 3 نغلق القوس نضغط يساوي نلاحظ ان محدد المصفوفة A هو ناقص واحد نضغط على ac لإيجاد مقلوب المصفوفة c نضغط على مفتاح shift ومن ثم رقم 4 ومن ثم رقم 8 drn الآن نختار المصفوفة c shift رقم 4 المصفوفة c رقم 5 نغلق القوس نضغط يساوي هذا هو مقلوب المصفوفة c نضغط على AC لإيجاد معكوس المصفوفة A نضغط على مفتاح Shift ومن ثم رقم 4 ومن ثم رقم 3 المصفوفة A ومن ثم نضغط على هذا الزر X قوة ناقص واحد ومن ثم نضغط على يساوي هذا هو معكوس المصفوفة A نضغط على AC والى هنا وصلنا الى نهاية هذا الدرس شكرا لحسن متابعتكم واصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته